طيب حضرتك قبل شوي ذكرت انه امريكا تعمدت تختار هذا التوقيت، يعني شنو الميزه انه تختار هذا التوقيت بالذات متفقين؟ يعني انا قلت انه التوقيت يعني كانما جاء مع ولاده الحكومه الجديده. يعني والسؤال لو كانت حكومة مصطفى الكاظمي موجودة هل طبقت المنصة الإلكترونية أم تم تأجيلها؟ لأن المنصة الإلكترونية قلنا كل المفاوضات صار لها سنتين يعني، وبالتالي هناك دوافع سياسية، وبالتالي المشكلة سعر الصرف اليوم لا يحل تقنيا ولا يحل بإعفاء محافظ البنك المركزي ولا يحل بإجراءات الحكومة. هي إجراءات الحكومة جيدة مهمة جدا في إصلاح نظام المصرفي، لكنها مفعولها لا تظهر قبل 4 إلى 6 شهور القادمة. لكن سعر الصرف متغير قصير الأجل، اليوم حركة السعودية للدولار متعبة للناس لأنه تنعكس سلبيا على مستوى الأسعار، فترفعها فينخفض الدخل الحقيقي للمواطنين فيتضرر جمهور الفقراء العراق، وهم كثر بالعراق اليوم. نتكلم عن ربع السكان تحت خط الفقر، ربما في الأيام القادمة سنسمع رقم آخر مختلف تماما عن هذا الرقم، لأنه جزء كبير من العراقيين يعيشون قريب من خط الفقر. يعني وصل إلى 160 وتجاوز 160، يعني تتوقع كم يصل؟ لا حدود لانهيار سعر صرف الدينار، لأنه العوامل الضاغطة موجودة، ونتوقع أنه بالأيام القادمة إذا لم يتوصل إلى حل سياسي يتوقع مزيد من الانخفاض لسببين. الأول إنه الموازنة العراقية سوف تقر قريبا، نعم، خلال أسبوعين، يعني سوف تحول أو أسبوع تحول البرلمان، يعني قد تأخذ 3 شهور. عندما تطلق الموازنة وتشرع سوف ينطلق الإنفاق الحكومي، سوف يتحرك الاقتصاد العراقي، سوف يصير هناك إنفاق استهلاكي كبير وإنفاق استثماري كبير، إذا سوف يزيد الاستيرادات، لأن الإنفاق الحكومي هو الدينامو والمحرك للحياة الاقتصادية في العراق. هذا السبب الأول. السبب الثاني، سنصبح قريبين من شهر رمضان، عندما نصبح سيزيد الطلب على السلع الاستهلاكية بالذات، وهذا يزيد الضغط على الدولار فيزداد الاستيرادات وتزداد الحوالات، يزداد الضغط على الدينار العراقي فيرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي. ولذلك الوضع صعب جدا، عام 2023 عام سيكون صعب جدا على العراقيين. الأزمة اليوم أزمة خانقة، هاي بوادرها ظهرت بهذا الشكل، لا ينبغي لا نستهين بها ونحاول أن نعالجها معالجة فنية، معالجة اقتصادية فنية، لكن بالأساس هي معالجة ينبغي أن تكون معالجة سياسية. كيف تكون آلية المعالجة؟ يعني تشكيل وفد حكومي رفيع المستوى، قد يكون برئاسة حتى رئيس الوزراء السوداني وعضوية وزيرة المالية محافظ البنك المركزي العراقي، للتباحث في واشنطن حول هذا الأمر، لأنه الأمر خطير جدا، والخوف من أنه ينهار سعر صرف الدينار ويصبح مثل التومان ومثل الليرة اللبنانية، وهذا كله جائز لأنه العراق عنده احتياطي كبير اليوم، أكبر والمفارقة اليوم العراقي يمتلك أكبر احتياطي للتاريخ، جاوز 100 مليار دولار، احتياطي بالوزارة المالية أكثر من 30 مليار دولار، وليس فقط احتياط البنك المركزي العراقي، لكن مكبل البنك المركزي العراقي بحيث لا يستطيع أن يستخدم الاحتياطي في الدفاع عن سعر صرف الدولار، فارتفع الدولار وجاي ينهار الدينار. هذا موضوع شائك ومعقد، لأنه بالنتيجة يلحق الضرر بالناس، بمعيشة الناس، بأرزاق الناس، يبطئ من الحياة الاقتصادية، يدخل الحياة الاقتصادية في حالة من الركود التضخمي. يعني بعد تشكيل الوفد الإجراءات المحلية الداخلية، يعني مثلا حضرتك عرفت أنه إعفاء مدير البنك المركزي، اتخذ السودان عدة إجراءات اليوم، يعني هذا بيش راح تفيد؟ لا هو يعني الإجراء القصير السريع الذات المفعول السريع هو الحل السياسي. بعد ما توصلون إلى حل سياسي بتأجيل عمل المنصة، ينبغي إصلاح النظام المصرفي، ينبغي تحسين كفاءة المصارف، كفاءة الشرف، التعامل مع قواعد الامتثال الجديدة في البنك الفيدرالي الأمريكي. بالنهاية ينبغي أن يكون الصلاح المصرفي، قد يكون أنه إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مدير التي بي آي قد يكون خطوة في هذا، خطوة صحيحة وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى في إصلاح النظام المصرفي. لكن هذه المسألة لا تؤتي أكلها خلال أيام أو أسابيع، هذه تحتاج إلى عدة شهور، والوضع لا يحتمل إطلاقا التباطؤ في اتخاذ الإجراءات. الإجراءات الفنية مطلوبة والإجراءات الاقتصادية مطلوبة، لكن الفعل السياسي اليوم هو الأكثر إلحاحا، الأكثر أهمية والأكثر فاعلية في تصحيح العلاقة بين الدولار والدينار. طيب هل فعلا هناك يعني
كما يعني يقال انه يعني تهريب الدولار او تصريف الدولار وذهاب الى ايران، هذا ايضا ساعد بارتفاع سعره، وهي مثل ما نقول هي اصلا هناك حصار اقتصادي على ايران من التعامل بالدولار من قبل امريكا، وهذا ايضا ادى الى ارتفاع سعره بالعراق. ومساله المضاربات، يعني هناك حيتان كما يقال للمضاربات. يعني احنا خلينا نتفق انه يعني طب ايش في سنه احنا نتكلم عن النافذه؟ نعم. ونتكلم بأنها أكبر نافذة للفساد بالتاريخ. يعني الفساد بالنافذة ليس جديد، وتهريب الدولار ليس جديد. نعم. الدولار يهرب من 2004 وإلى اليوم، هي الحوالات المصرفية عن طريق الحوالات تجري التهريب. نعم. عن طريق المستندات المزورة، على القوائم المزورة وإلى آخره من الإجراء، الدولار يهرب، هذه حقيقة، لكن يهرب بعلم الأمريكان. الأمريكان يعرفون المقدار الدولار المهرب عبر الحوالات، أسماء المهربين، الجهات التي يهرب إليها، أرصدتهم، استثماراتهم، كلها معروفة لدى الأمريكان، وبالتالي التهريب مستمر. لكن اليوم إن صارت هاي المنصة، صار تهريب من نوع جديد، تهريب دولار الجنط، بمعنى أنه أصبح الدولار يهرب عن طريق الحدود البرية، سواء شمالا عن طريق كردستان إلى تركيا أو جنوبا عن طريق إيران، يهرب الدولار اليوم. وقسم اليوم من الدولار اللي يهرب ينفذ حوالات تجارية، سموها حوالات تجارية سوداء، بمعنى أنه مستورد يريد يستورد سلعة معينة من الإمارات مثلا أو من الصين بقيمة 100,000 دولار، يروح لمكتب الصيرفة، مكتب الصيرفة يسدد مثلا نصف هذا المبلغ والنصف الآخر إلى ما تجي البضاعة بدون أي معلومات، بدون أي بيانات، يجري بهذا الشكل. المبلغ كيف ينقل حاليا؟ ينقل بالتهريب. اليوم الدولار أيضا يهرب، بس الدولار اللي يهرب اليوم في جانب إيجابي، لأنه ينفذ حوالات تجارية، وبالتالي يزيد من حجم الاستيرادات. وإذا أوقفنا طبعا هذه الحوالات التجارية نفذها مكاتب الصيرفة، هي تتناقض مع قانون البنك المركزي، لأنه مكاتب الصيرفة مو واجبها أنه تنفذ حوالات تجارية، واجبها فقط تبيع نقدي إلى المسافرين لأغراض مختلفة.